طبعا تعتبر القرية اللي كانت في المراحل القديمة سابقا، يعني في 73 و74 هي كانت معبر للفدائيين، العمليات البطولية اللي كانوا يقوموا فيها الفدائيين. فهي القرية مستهدفة مثلها مثل باقي القرى الفلسطينية، ولكن هاي القرية لها ميزات كثيرة بالنسبة لموقعها الجغرافي، ومستهدفة من قبل المستوطنين ومن قبل الإدارة المدنية ومن قبل جيش الاحتلال، كون هاي القرية غصة في خاصرة الدولة الإسرائيلية. بس اليوم أنت بتعرف المستوطن إذا بحط على قطعة أرض بيستولي على عشرات الدلمات من الأراضي. هاي القرية طبعا كل يوم أو شبه يومي يعني الاحتلال بيدخل إلى هاي القرية، جيش الاحتلال، الإدارة المدنية، المستوطنين في مراقبة حثيثة من قبل المستوطنين. دفع 17 مليون ألف شيكل مشان مراقبة القرى الفلسطينية لأي تحرك فلسطيني خاصة في مناطق سي. بلدنا يعني أكثر من 150 بيت موجودة في منطقة سي. يوميا في عندي اختارات أكثر من 120 إلى 150 بيت موجودة في منطقة سي. هذول كل البيوت معطيات اختارات وإنذارات. طبعا الاحتلال في عنده عدة عمليات، منها المصادرة، منها الاستيلاء على الأرض، منها الهدم، منها الاختارات لوقف البناء. يعني عنده عدة أشكال ترهيب المواطن. الهدف من هاي الحملة اللي بتكون فيها دولة إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي إنه تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين حتى تصبح يعني سهلة للاستيلاء عليها. يعني احنا بالنسبة لنا كمجلس، يعني انت بتعرف انا ماخذين على عاتقنا ان احنا نشتغل في مناطق سي، بغض النظر شو التكلفة وشو الخسارة وشو يعني احنا متجذرين في هاي الارض. يعني ما في قدامنا الا الصمود قدام هذا وجه الاحتلال هذا، واذا ما صمدتش انت فعلا هو بدخل عليك وباخذ اللي بده اياه. احنا رسالتنا لحكومتنا الفلسطينيه وللشعب الفلسطيني ولاهالي قريه دومه وللعالم كله، الرساله انه احنا اصحاب ارض واحنا اصحاب حق، من حقنا نتوسع في ارضنا، ومن حقنا طبعا الزياده الطبيعيه اللي في عدد السكان تستوجب على المجلس القروي ايجاد مناطق اضافيه مثل توسعة المخطط الهيكلي. ولكن تعرف توسعة المخطط الهيكلي بده موافقة إسرائيلية وبده موافقة من قبل السلطة ومكلف. يعني احنا كمجلس كروي، احنا مجلسنا مجلس ما في عنده مقومات اللي يقدر يقوم في هذا المشروع. يا ريت انها حكومتنا الفلسطينية الرشيدة، بتعرف انه خاصة دومة، يعني دومة مستهدفة، وفي عندي ظاهرة صارت عندي هنا في هاي البلد اللي هي هجرة الناس من هاي القرية، وخاصة الموظفين أبناء السلطة الفلسطينية قاعدين بيطلعوا من هاي البلد لكثر المضايقات وقلة الأراضي الموجودة حتى يقدروا يبنوا ويسكنوا في هاي البلد. فعلا هو في حالة حصر على المواقف في ظل عالم يعني يرى في يوم عينيه هذا الظلم الحاصل والواقع على الشعب الفلسطيني، إنك أنت صاحب الأرض وصاحب الشجر وصاحب الهواء وصاحب المناخ صاحب كل شيء، ولكن في المقابل يعني بتلاقي الحكومة الإسرائيلية بتمنعك إنك تشم الهواء في بلادك.